السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناة ازاي اروح والمتعلقة بكل ما يخص الاماكن ووسائل النقل في مصر. فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن كورنيش المقطم، واللي بيعتبر من اهم الاماكن اللي تقدر تشوف منها معالم القاهرة الكبرى زي الاهرامات وبرج القاهرة وبحيرة الفسطاط ومعالم تراثية وسياحية كتير. هضبة المقطم بتنقسم الى 3 هضاب، الهضبة العليا والوسطى والسفلى، وتقع تحديدا شرق قلعة صلاح الدين الأيوبي ومساحتها 14 كيلومتر. ارتفاع الهضبة في بعض الأماكن 140 متر وفي أماكن تانية 240 متر، وهي أعلى نقطة في القاهرة، وبتتكون من صخور جيرية بيضاء تصلح لأغراض البناء. درجة الحرارة بتقل حوالي 7 أو 8 درجات عن وسط القاهرة، تقدر تشوف بسهولة كل معالم مدينة القاهرة، ده غير جمال الشوارع ومشهد الغروب. المقطم ليه أكتر من طلعة، لو معاك عربية أشهرها من طريق صلاح سالم من قدام القلعة ومسجد محمد علي. تاني أشهر طلعة من على طريق الأوتوستراد اللي رايح من المعادي لمدينة نصر، وممكن من محور الشهيد اللي تحت الطريق الدائري بتاع القطامية، وده يطلعك على آخر شارع 9 الشارع الرئيسي من عند مساكن الزلزال، وممكن من الطريق الدائري نفسه اللي موجود في المعادي، وتنزل يمين بعد محطة بنزين وطنية هتلاقي طريق حلزوني يطلعك فوق هضبة المقطم على طول. أما بقى لو هتروح مواصلات ممكن تركب ميكروباص من رمسيس من ورا مسجد الفتح لموقف السيدة عائشة القريب من منطقة القلعة والخليفة، وده ينزلك عند مساكن الزلزال، ومن هناك تتمشى للكورنيش أو تركب حاجة لمسافة قصيرة. لو رايح من مدينة نصر هتلاقي مواصلات الحي السابع تنزلك ميدان اسمه المفارق في وسط شارع 9 وأقرب شوية للكورنيش. كلمة طالعين المقطم مرتبطة في دماغ الناس بحاجات للأسف مش ظريفة، بس اللي ناس كتير ما تعرفوش ان المكان ممكن يبقى سهرة عائلية او شبابية ظريفة ومحترمة، والاهم من ده كله انها مش مكلفة. المنظر هناك عبارة عن منحدر جبلي متدرج، ممكن تقف على حافته بالعربية او على رجلك، ومن فوق تقدر تميز الشوارع والطرق العملاقة زي طريق صلاح سالم والأوتوستراد والطريق الدائري، وعلى اليمين هتشوف القلعة واثار اسلامية كتير، وفي الوسط هتشوف برج القاهرة ومباني ميدان التحرير، وعلى الشمال هتشوف المعادي وأبراجها، وفي أماكن تانية ممكن توصلها بالعربية وتقعد ببلاش، وفي أماكن بيبقى ليها مستأجرين بيسمحوا لك تدخل مقابل إنك تطلب مشاريع أو ممكن تدفع أي مبلغ رمزي. الجو طبعا بيبقى برد فوق حتى لو معتدل في وسط المدينة. وبالمناسبة في كورنيش تاني بيسموه الكورنيش الجديد، وده عشان توصله لازم تخرج تاني لشارع 9 وتدخل يمين من بعد بنزينة التعاون هتلاقي الكورنيش ده. المكان كله ديكورات حلوة قوي، ممكن تصور فيه صور جميلة، والقعدة بالليل حلوة جدا، وأنسب وقت ممكن تروح فيه هو من بعد المغرب على طول أو وقت الغروب، والمكان فيه كافيهات كتير. الكورنيش الجديد أسعاره مش غالية قوي، وده لأنه في منطقة الزلزال ودي منطقة شعبية شوية، والمكان مش زحمة زي الكورنيش القديم. الأجرة تقريبا حوالي 3.5 جنيه من موقف السيدة عائشة، هتنزل عند الصينية، وفي الشارع قبل ما تطلع هتلاقيه مليان مطاعم وكل حاجة زي مطعم جاد. انك تشوف القاهرة من مكان بالارتفاع ده وبالهدوء ده وبالفلوس القليلة دي افتكر ان الموضوع يستاهل، وبالرغم من ظلام المكان شوية لكن هتحس بالامان لما تلاقي ناس كتير حواليك بيتعاملوا بتلقائية ويجروا ويلعبوا في الجبل، بس ده ما يمنعش انك تاخد احتياطاتك الامنية او تروح مع شلة كبيرة، واوعدك انك هتقضي سهرة سعيدة. واخيرا بيتم حاليا تنفيذ اعمال تطوير لكورنيش المقطم، واللي بتتم على مساحة 1,750,000 متر بطول الكورنيش. عشان تحول الكورنيش لمزار سياحي بيطل على الأهرامات وبحيرة عين الصيرة والفسطاط ومتحف الحضارة وعدد كبير من معالم القاهرة. تسويات الموقع بيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبيتم تنفيذ المخطط علشان يبقى شكل سياحي الكورنيش المقطم من خلال قباب مصنعة من البلاستيك المقوى على شكل دائري لجلوس الزائرين بها ومشاهدتهم معالم كورنيش المقطم. ويجري الآن أعمال تسوية وتدبيش للجبل بالتزامن مع توسعة الطرق المؤدية للمقطم وإنشاء محاور جديدة وربطها مع محاور القاهرة. تقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1,750,000 متر بميزانية 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه سنويا بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام. وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب. وبيتم كمان تنفيذ مشاريع ربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وده هيسبب انفراجة كبيرة للمرور والعمليات تنقل المواطنين بالمناطق دي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو استفدت من الفيديو تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.